ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ودلوقتي جماعة في فقرة أخبار سريعة، هو فعلا أصالة بتكره النجمة نانسي عجرم؟ في ناس بيقولوا أن أصالة كانت بتتكلم على نانسي عجرم في برنامجها، أما قالت أن في مطربة سهتانة وهي ما بتحبش أغانيها، لكن أصالة كدبت الكلام ده وقالت أن هي بتحب أغاني نانسي عجرم، ومش هي بس، كمان آدم وشام ولادها.